وجه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الشكر إلى مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال. وخلال كلمته بافتتاح فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ، أكد رئيس دولة الإمارات على الحاجة إلى السلام والحوار ووقف الصراع الروسي الأوكراني من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في العالم. أود بداية أن أشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ على تنظيم واستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف. نجتمع اليوم في وقت حرج لكوكبنا، فعالمنا يواجه تحديات معقدة ومن أهمها تغيير المناخ الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم.